والله جيت اسوي اقول للاطفال للعيد ان شاء الله، واتمنى امنيتي بهاي المناسبه الامن والامان للعراقيين والتمشم للعراقيين اللي برا يرجع لاهله، واللي مهجر يعود لدياره ان شاء الله يا ربي، والمشم للعراقيين كلها. أمنيتي يتحقق الأمن لكل مواطن عراقي ويصير له عيش رغيد بهالبلد هذا، لأن من حقوقهم أبسط حقوق المواطن العراقي العيش الرغيد في بلده، وإحنا كلنا ما جاي نحصل عليهم.